أحسن الله إليكم. إذا نوى المعتمر الدخول في الإحرام وقصد فضيلة ونسي أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجا، فهل حجه وعمرته صحيح؟ نعم، العبرة بالنية، إن قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإذا تلفظ بالنسك فلا بأس بذلك، وإن لم يتلفظ ونوى بقلبه فهذا يكفي. نعم.